رسميا مصر بتعلن تقنين غسيل الاموال. عبد الفتاح السيسي خلاص بيطبش. هعرض لحضراتكم خبر من اعلام عبد الفتاح السيسي من موقع القاهرة 24. خبر يوريك حالة الانهيار الاقتصادي، حالة العته الاقتصادي، حالة التدهور الاقتصادي اللي حصل لمصر، خلت السيسي ياخد خبر مفيش دولة في العالم عندها لقلقة اقتصادية او انهيار اقتصادي او افلاس حتى اخذت هذا الخبر. اليونان افلست ما اخذتش هذا القرار، سريلانكا، فنزويلا، لبنان، كل الدول دي ما اخذتش هذا الخبر. ايه هو الخبر ده بقى؟ السيسي بيعلن عبر شهادات البنك الاهلي اللي معاه مليون دولار، 2 مليون دولار، 3 مليون دولار، 5 مليون، 10، 100 مليون دولار تقدر تستثمرهم في شهادة من غير ما تسأل من أين لك هذا. ده معناه إيه بقى يا زعيم؟ معناه إيه؟ تعالى بقى كده يا باشا ونتكلم بالبلدي. معناه إيه إن أنت تعالى حط دولاراتك في البنك. سيبك بقى من إنه هياخد الدولارات ويدالك بالجنيه والشهادات ديت هتخسر والتعويق، سيبك من القصة دي كلها، وإنك مش هتاخد الدولار ده تاني، سيبك من القصة دي كلها. لكن حتى لو الفايدة اللي هتاخدها، الفايدة اللي هتاخدها من الدولارات دي، الفايدة اللي هتاخدها ومبلغك هيفضل ثابت زي ما هو، مين هيروح يحط مليون، 2 مليون، 10 مليون دولار في البنك بدون ما يسأل من أين لك هذا؟ يعني إيه معنى الجملة؟ الخبر أمامك، أنا مش بقول كلام من عندي، من عندياتي، ده من موقع القاهرة 24، موقع رقم واحد مخابراتيا المقرب من محمود السيسي. المهم المهم المهم، من خلال الخبر اللي أمام حضرتك، مين اللي معاه مليون و2 مليون و3 مليون و10 مليون دولار وعايز يحطهم في بنك بدون ما يسأل من أين له هذا؟ برافو عليك، الناس اللي شغالة على الحدود، زي ما كامل الوزير قال لهم انتوا شغالين في ايه؟ في الممنوعات. اه طب اكسب وكسب، اكسب وكسب يا ابن عمي، كامل الوزير والله العظيم قال لهم كده. دول بقى يعني جزء منهم شغالين بفلوس ودولارات ما بتخشش الدولة بشكل رسمي، فانت تقدر تروح تحطها في البنك الاهلي وتصير امورك. اسمه ده ايه؟ غسيل اموال. مين بقى اللي معاهم مئات المليونات من الدولارات ومش عارفين يروحوا ناحية البنك علشان خاطر هيسأل من اين له هذا؟ برافو عليك، تجار الاثار الابرياء، الرجال الاقوياء. زي مين؟ زي بتوع الاثار اللي كان في برلمان علي عبد العالي، البرلمان السابق اللطيف اللي وقع، اللي كان برلمان صاحب البطوله القصوى في التفريط في تيران وصنافير. علي عبد العال خرج يقول لنائب اقعد بقى يا بتاع الاثار، اقعد اقعد يا اللي بتتاجر في الاثار اقعد. يبقى دول هم معاهم ملايين الدولارات مش عارفين يستخدموها ولا يحركوها يمين ولا شمال. ام صدرنا قانون، ام السيسي صدر قانون لطيف، تعالى حط فلوسك انت بقى، بايع بيها اللي بايعه، عامل بيها اللي عامله، جايبها من ناحية ده من ناحية ده، عامل بيها أي شغل خارج عن القانون، ما عندناش no problem، no problem about me، no problem مع عبد الفتاح السيسي، مفيش مشكلة، تعال حطها بقى في البنك الأهلي وإحنا نعمل لك غسيل أموال كيوت. تخيل أنت الدولة اقتصاديا وصلت لمرحلة إن تاخد أنهي قرار؟ سريلانكا، شفنا اللي حصل في سريلانكا والشعب السريلانكي العظيم لما راح عمل لما دخل القصر الرئاسي. سريلانكا في حالة الإفلاس أخذت هذا القرار؟ لا. لبنان اللي هي دلوقتي الدولار بحوالي مش عارف كام ألف ليرة لبناني، لبنان أخذت هذا القرار؟ لا. السودان الشقيقة والحبيبة أخذت هذا القرار؟ لا. قالت لك تعالى بس والنبي انت حط فلوسك عندنا، الدولارات اللي انت جبتها بطرق غير مشروعه تعالى حطها عندنا، ومالش حق، والله ما هنسالك من اين لك هذا، والله ما هنسالك، بس انت تعالى حط الدولارات عندنا. شفت ده حصل في ليبيا، في العراق حصل في العراق، اللي سيسي واعلامه كل شويه يقول لك سوريا والعراق، حصلت في سوريا بتاعت بشار الاسد، حصلت في سوريا بشار الاسد، مش سوريا بشار الاسد، شوف انت بشار الاسد عمل اللي عمله، اخذ مثل هذا القرار؟ ما حصلتش. حصلت في اليونان الشقيقة والحبيبة اللي السيسي مع قبرص ساب لهم المياه الإقليمية، حصلت؟ ما حصلتش. حصلت في فنزويلا اللي العملة الفنزويلا الآن بتتباع بالكيلو، والله العظيم بالكيلو، حصلت؟ شفت أنت في الكرة الأرضية دولة بجد يعني أخذت قرار زي اللي أمام حضرتك ده؟ مش هتلاقي. ليه؟ اقول لك ليه؟ لان مهما كانت الدول اللي ذكرتها لك اللي مرت بشيء من الانهيار الاقتصادي،
إلا إنه لبعض الشيء في بعض المفكرين الاقتصاديين بيكون لهم جزء من صناعة القرار وإن كان بسيط، إلا إنهم لا يمكن إنما دولة الحاكم بأمر الله اللي هو فهمناها سليمان صاحب الفقاقة قرر إنه ياخد قرار تاريخي تاريخي، ألا وهو غسيل الأموال. تقنين غسيل الأموال في مصر أصبح مشروعا مع عبد الفتاح السيسي، هذا هو العنوان الرئيسي. معاك مليون دولار، تعال حطه في البنك. جميل جدا. المليون دولار دول يا فندم انا كنت ببيع بيهم حاجات لي هنا للناس ببيعها. مش هنسألك والله العظيم من اين لك هذا. طب يا فندم انا المليون دولار دول بعت بهم اسرة جدي رمسيس السابع عشر. والله لا هنسألك جدك رمسيس السابع عشر ده كان في انهي اسرة، ولا هنسألك الفلوس دي جت منين يا فندم. انا الفلوس دي يا فندم انا بعت بيها طيران وصرافير. يا ابني والله ما هنسألك. بقول لك ايه، اقسم لو بعت بيها انتصار، احنا مش هنسألك عن حاجة. هذا هو العنوان الرئيسي في البلد. مصر تقنن رسميا غسيل الاموال عبر شهادات البنك الاهلي. نيجي بقى لنقطة مهمة، ده اثره ايه على الاقتصاد، على اقتصاد البلد؟ اثره ان فكرة ان انا النهاردة وليكن في بعض الاشخاص اللي هم معهمش دولار في وجهة نظرك، فجأة ظهرت معهم مئات الملايين من الدولارات وتحطت في البنك، انت ممكن تشعر لوهلة ان ده على ميزان الدولة هيحسن الوضع الاقتصادي، لكن ده العكس، العكس اللي هيحصل. ليه؟ لأن هيفتح المجال أمام ناس أخرى لعمل الطرق غير المشروعة، وإنهم يروحوا يشتغلوا في الطرق غير المشروعة. ليه؟ ما هو اللي كان يا عم الحاج، ما أنا لو بعت آثار ومعايا 5 مليون دولار مثلا، هعمل بهم إيه؟ ما هو الدولة هتسألني من أين لك هذا؟ لا حبيبي الأوبشن ده ما بقاش موجود، بقى الدولة بتقول لك تعالى حطه، مش هنسألك من أين لك هذا، فهو يفتح المجال أمام الناس في الناس اللي تروح تعمل حاجات غير يعني حاجات خارجة عن القانون. فمين بقى اللي يدفع الفاتورة؟ المواطن، المواطن المصري هو اللي يدفع الفاتورة من بلده ومن اقتصاد بلده، من الوضع اللي وصلت ليه مصر مع السيسي صاحب الانجازات. عرفتوا 10 سنين انجازات كانت مصر بيحصل فيها ايه؟ عرفتوا لما كنا بنقول يعمل مصنع وشركة تنتج وتطلع ربح للدولة انهم نعرف نسد كمية القروض اللي بياخدها؟ كنا بنقول كده من 2014 ل 2022 لغايه ما حصل اللي حصل في روسيا واوكرانيا، وخدها الشماعه، الشماعه اللي وصلته لمرحله ان القطار السريع اللي عمله بكارد ما عرفش يسد الكارد، فراح يبيع القطار السريع عشان يسد جزء من كارد القطار السريع، وصلته لمرحله ياخد القرار اللي امام حضراتكم ده، الا وهو رسميا مصر بتعلن تقنين غسيل الاموال. عبد الفتاح السيسي خلاص بيطبش، مش عارف يعمل ايه مع الوضع الاقتصادي اللي بتعيشه البلد، في وقت وصلت مصر لديون غير مسبوقه من يوم ما اتسمت مصر من 7000 سنه.